مين دي يا منى؟ دي يا باشا مراتي حبيبتي اكتشافي. عارف يا معالي الباشا؟ أنا عمري ما خليتها ترقص في حفلات خاصة أبداً، طول عمرها من الكباريه للبيت ومن البيت للكباريه. عارف ليه يا معالي الباشا؟ عشان أنا راجل قوي، بس عشان خاطر عينيك تنزلت. إيه؟ مالك مش مبسوط ولا إيه؟ ده أنا قلت لما تعرف إن بدر بخ هتبقى سعيدة. ليه؟ ما أنا مبسوطة أهو، إيه اللي مش مخليني مبسوطة يعني؟ يعني مش شايفك يعني بتحكي كده ولا بتضحكي؟ لا لا مبسوطة. حسن شكله على نار وهيتجنن. أوي، أنا كده مبسوط جدا. القلم كده ترد اتنين، والتالت جاي يا أبو علي. اغري عليك انت ليه؟ ايوه ليه؟ مفيش بيني وبينك حاجه، اللي بيني وبينك اتقطع خلاص. اللي بيني وبينك اتقطع خلاص. يبقى سيبني اعيش حياتي زي ما انا عاوزه، اعمل فيها اللي انا عاوزاه. انت ام ولدي. ام ولدك؟ ام ولدك تاخدها في حضنك، تضلل عليها، تخليها في حماك، تقعد تربي ولدك وتكبره، مش ترميها. واللي انت عملتيه؟ انت لو كنت مصدق ان انا اللي بعت ضنايا عشان ابعده عنك، كنت قتلتني. انت عارف ان سينا كدابه، وعارف ان كريمه هي كمان كدابه، بس انت مالكش مزاج. عاوز تخلص مني، عاوز تخلص من النقطه السوداء اللي دخلت حياتك ومش عارف تخلص منها كيف. مش هترجسي. البيه يزعل، واذا كنت انت مش خايف على زعله، انا خاف. انا غلبانه، مفيش وراي ظهر ولا راجل يحميني ولا حد يوقف له. اخاف على زعله. يا كريم قولي لي ايه الاخبار اللي بتعمليها دلوقتي؟ ولع نار يا اختي، بتفرفر. ولع نار. زينب ليه؟ زينب ليه نفتك يا زينب؟ معلش معلش ما تقلقيش، اقول لك هروح اجيب لها ميه بارده واجي. كتر خيرك يا اختي، الله يكرمك. ربنا يشفيها يا رب. ايديك حبيبتي يا بنتي، ايديك ردي عليا، طمنيني عليك. ايديك انت كريم يا رب، انت كريم يا رب. بتلمس الديجان زينب هي اللي قتلت ولدها. قسما بالله يا عمتي، زينب ملهاش اي علاقه بالموضوع ده خالص. بقول لي عمي دلوك ان ارتال دي عقلها يرجع لها. هي عامله ايه دلوك؟ ما تقلقش مش هتموت، ميعادها لسه ما جاش. الامر بيد الله،
محدش عارف ميعاده متى. عندك حق، ما كل واحد له ميعاد، وريتال لسه. أصل لما يبقى خلاص الواحد أجله جه بيبان عليها على طول. سمعت يا عمتي إن أنت رحت للمحامي النهارده؟ ما سألتوش كنت عنده ليه؟ أيوه سألته. تسألنا أنا ليه؟ أصله قال لي كلام غريب، والسؤال اللي أنت سألتيه أغرب. وفي إيه في حياتنا مش غريب يا مروان؟ مش غريب. أنت ناوي على إيه يا عمتي قولي لي؟ مش عايزة أتكلم. بس أنا عايز أعرف اللي دار بينك وبين المحامي من طقطق لسلام عليكم. أنا أروح أطمن على البيت، ربنا يستر عليها. ربنا يستر علينا جميعاً. عمتي، أنت ناوي على إيه؟ عارفيني؟ ناوي أطهرك وأطهر أخوك وأطهر نفوسنا كلنا. يعني الكلام اللي قاله المحامي صح؟ أيوة صح. أنتي عايزة تبلغي عنينا؟ لا، هو لو قالك ده يبقى كذاب. أنا قلت هقول إنه أخويا عبد الحكيم هو اللي كان بيتاجر في الممنوع، وإن إحنا لما عرفنا قلنا نبلغ عشان نكفر عن أعماله، والمال الحرام ما يذبحش في المال الحلال. يا نهار أزرق ومنال بني ليه؟ أنت عايزة تبلغي عنينا؟ نطلع كلية تجار مخدرات؟ لا يا مروان، لما نخلص من المال الحرام ويطير كده زي الدخان نفوسنا هتصفى وتنفض يدك والميزان يتعدل. انت عارفة يا عمتي لو بلغت عنينا هياخدونا كلنا؟ لا، المحامي قال. المحامي يقول اللي هو عاوز يقوله. اسمعي مني هنا، اي حاجة هتعمليها ارجعي لي الاول وانا هتصرف. لحد متى؟ مش كتير يا عمتي، صدقيني مش كتير. ما تخافيش هتروق، والله ان شاء الله هتروق. مش عارفة اعمل ايه يا جبرية، مش عارفة. ريتال بتروح مني وبتموت، وزينب محبوسة، وأنا واقفة ومتكتفة، لا حول لي ولا قوة. مش عارفة يا أختي. زينب هتطلع إن شاء الله، هتطلع وحنجيب لها حقها من اللي عمل فيها كده تالت وانتلت. اللي عمل فيها كده يا أختي هو اللي نسب على عبد الله وخد فلوسه، لغاية لما عبد الله كتم في نفسه ومات ومات. هتشوفي إن ما خليته يقول يا ريت اللي جرى مكان ما بقاش أنا. هي دي جبرية اللي أنا عارفاها يا حبيبتي. أمال إيه؟ ولا عمري هتغير. نفسي أصدقك يا جبرية، بس عقلي بيقول لي هتبقي عاملة زي اللي خد الحنش في حضنه وبيقول له اوعى تلدعني.